كثر من هادشي. اولا على مستوى الامكانيات، تبين ما عندكش شي امكانيات اللي عاد تقدر تعمل هادشي كله. يلا بصار تقدر وكنعملوا هادشي عين تطوعي، ما عندناش ناس مخصصين كيعملوا هاد العمل هذا، كيتخلصوا مثلا موظفات كيتخلصوا وكيجلسوا كيتسناو الناس يجيو عندهم ويستشروا معاهم ويمشيو معاهم يرفقوا. هادشي كنعملوا عين تطوعي، كنخرجوا من الوقت ديالنا وكنطوعوا وكنمشيو وكنتبعوا من الملفات وكنرفقوا هادوك الضحايا وكنسمعوا لهم وكيستشروا معانا وزين عين بشكل تطوعي، لانه صعيب باش نطلبوا من الجمعيات شي حاجه كثر من الطاقه ديالها. كذلك كنشتغل بشكل نضالي على مستوى اننا كنطلعوا على الحقوق النساء، كنعملوا وقفات احتجاجيه، كنعملوا العرائض، كنكملوا مطالب، كنكتبوا الملفات المطلبيه ديالنا كجمعيات نسائيه وكنطلعوا على هذا المستوى. هذا الشيء اللي نقدروا نعملوا، ما يمكنناش زعما ما يمكنناش نعملوا اكثر من هذا الشيء. كذلك ان يكفي ان النساء يجوا عندك الجمعيه، يكفي انهم يجيو في واحد الوقت كانت بحال الا معيوره ولا مشات البراج ديال تشكا تيتشكا تيتشكا على راسي. وانا ترى مزيان بان عيب عيب دوك يهضروا، راه هو مكسب انهم الا بقاو يهضروا ويخرجوا اللي عندهم، راه هذيك حتى هي راه هي واحد الخطوه. بالنسبه صافي بركه ليا، بالنسبه للعنف هو العنف مسكينه، هو عنف، راه هو العنف النساء راه كاين في العالم كامل، راه ماشي غير عندنا، ماشي غير في البلدان مثلا العربيه ولا الافريقيه ولا اللي عندها واحد العقليه معينه ولا، راه العنف هي ظاهره عالميه في كاع الدول الديمقراطيه اللي موجوده في العالم، فيها ظاهره العنف ضد النساء، لان هذاك مرتبط بواحد العقليات ومرتبط بواحد العلاقات اذا بغينا نقولوا انسانيه ولا بشريه عالمية. في ما مشينا نعجبو العنف ضد النساء غير هو بمستويات مختلفة، كاين في واحد المجتمعات غنعرفو غنجبرو بلا العنف طاغي، وواحد المجتمعات غنجبرو بحالات معدودة. بالنسبة لشنو هو الحل؟ معنا اللي كنقترحو حنايا ونقولو احنا شنو الحل اللي ممكن نعملوه قضاء على هاد الظاهرة باش نقولو اننا غنقضيو عليها نهائيا، غنقولو كتبقى مستحيلة. كذلك لان هذا العنف مرتبط بالعقليات والثقافه معينه اللي تبنات هذه القرون، بمعنى باش نقضيو عليه كيخصنا عاوتاني واحد القرون اخر بالعمل وبالنضال باش نقدروا نقلصوا الا بغينا نقولوا من حجم او من الظاهره، وهذا كيتطلب تضافر جهود الجميع، ماشي اي جمعيات بوحديتها، ولكن هادشي خصو يساهم فيه الدولة بالمؤسسات ديالها كاملة، خصها تساهم في التحسيس والتوعية والتربية وعلى مستوى وسائل الإعلام على جميع المستويات، حيت التعديلات القانونية ما كافياش، كنعدلوا القانون ولكن العقلية راه هي العقلية، بالتالي أننا إذا ما قدرناش أننا نغيروا نسبيا العقلية السائدة اللي كتطبع مع العنف واللي كتعتبر العنف عادي واللي كتربى على العنف، إلا ما قدرناش أننا نوظفوا المؤسسات التعليم الإعلام إلى غير ذلك، أننا ما نقدروش نقضوا على هذا العنف، وغتبقى ديك القوانين ها هي نصوص قانونية ولكن ما عتقدرش تغيرنا الوضعية ديالهم بصفة عامة. كنشكركم.